أجندة سنتي. في أجندة سنتي قدموا لكم أهم المواعيد الطبية والعلمية، واليوم حبيت نحكي لكم على سيكل دو فورماسيون، هذا من تنظيم جامعة المنستير بالتعاون مع المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير. préparation à l'accouchement. هذا باش يكون افتتاح بالنسبه لتقديم لي كانديداتور لو 2 فيفري ويتواصل حتى ل 17 فيفري 2022. ونعاود نذكركم انه الديبي نتاع الكور باش يكون في مارس 2022. اكثر التفاصيل تنجموا تلقاها على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه تفهم اذاعه القيروان للصحه. هذا فيما يخص سيكل دو فورماسيون تحت عنوان préparation à l'accouchement من تنظيم جامعه المنستير والمدرسه العليا للعلوم وتقنيات الصحه بالمنستير، واللي باش ينطلق في مارس 2022. أكثر التفاصيل تلقاها على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة أفا. كانت هذه أجندة سنتي بالنسبة لليوم. أجندة سنتي.